نحفظ بقى اول حلقه. جبت لك فيديو من يوم 17 اكتوبر وقلت لك ان هم انا الكلام ده 17 اكتوبر اللي فات 23، قلت لك انه هيبتدوا يطلعوا عليك في وقت من الاوقات نبره الانسانيه والاخوه، وهنودي الفلسطينيين فين. اه طلع وزير الخارجيه بعد 6 شهور تقريبا قالها. ده اول فيديو لسه. اصل القصه مش عايزه بلوره مسحوره ودخان وجو، لا خالص. القصه انك انت عارف الناس دي بتشتغل ازاي، انت عارف الناس دي اصلا جايه تعمل ايه، وما هياش عبقريه بالمناسبه يعني خالص، مفيش اي عبقريه. بص مفيش اي سحر. عندما تتوقع او تتنبأ بسلوك اي حاكم عربي انت مش عبقري، انت بس كل حكايه متابع كويس. اوعى حد يقول لك دي عبقريه والنجوم والكواكب والافلاك وبرج الجوزاء دخل في برج الطشت، مفيش كلام ده. خد بقى الفيديو اللي جاي ده، مش بس في موضوع رفح ومخطط إبليس للتهجير، إنما برنامج مصر النهاردة ده بفضل الله بس، والله ولا عبقرية ولا أي حاجة في الدنيا. قلنا لكم عن القصة بتاعت المخطط الإخوة والإنسانية، وفجأة كده تلاقي نفسنا قاعدين مع شوية ممرضات وممرضين بيكلموك عن إنسانية التعامل مع أهلنا في غزة. طب إزاي ناخدهم عندنا؟ هنعمل إيه؟ نطردهم؟ ده كان اول فيديو. اوكي خد التاني بقى. من الحاجات الخطيره اللي اتكلمنا عنها هنا من حوالي سنه ونص، وتحديدا في شهر اغسطس سنه 22، كان في حوار رائع مع الخبير الاقتصادي الدكتور محمود وهبه، وكان عن مواضيع الصناديق الخاصه والسياديه واقتصاد الجيش والموازنات الخاصه اللي بعيده عن الموازنه العامه للدوله. في ناس زي حالاتي كده ما لهمش في الاقتصاد، بس الدنيا مش عايزه عبقريه برضه يعني. الدوله اي دوله في العالم ليها موازنه زي اي بيت، فلوس بتخش فلوس بتخرج، بس دخل بيجي وفلوس بتخرج. مصر بقى الدوله الوحيده في العالم اللي هي يعني لا مملكه ولا جمهوريه. نفهم ان الدول الملكيه مش الملكيه الدستوريه زي انجلترا كده، يعني الملك لا يحكم لا يحكم، ده انجلترا. انما مصر بقى دولة عجيبة قوي. مصر فيها موازنة زي الدول المتقدمة، وفيها صناديق خاصة اللي هي زي الدرج بتاع الموظف ده، دي فلوس ما تعرفش عنها حاجة. كنا هنا من سنة ونص تقريبا اتكلمنا مع الدكتور محمود وهبة، والراجل كشف عن معلومات خطيرة عن الصناديق الخاصة وعن مليارات او تقدر تقول كده تريليونات الجنيهات اللي جوه الصناديق الخاصة وملهاش علاقة بموازنة الدولة. أفكرك بالفيديو ده، أغسطس 22، شوف كده الفيديو. وحدة الميزانية حسب يعني رقم ولا رقم مبسط جدا، أدي الدنيا 8 تريليون جنيه. يعني يا دكتور معلش يا دكتور، يعني لو إحنا ميزانية موحدة زي ما بيقول علم إدارة المالية ولا المالية ده، الميزانية واحدة، لو إحنا ميزانية واحدة ربما يكون مصر دخلها بالاربع حاجات دول اللي هم حاجه واحده حوالي 9 و10 مليار تريليون جنيه على الاقل. ليه بقى؟ شوف بقى، انت في الحاله دي لا هتحتاج قروض ولا هتحتاج تمنع الدعم ولا هتحتاج تعمل جبايه ولا هتحتاج تعمل الالاعيب اللي بيعملوها دي كلها وتبيع الاصول بتاعتها. طب هيجي حد فزلوك يا دكتور يقول لك ايه؟ يعني انت يا دكتور محمود وهبة قاعد لي في امريكا انت ومحمد ناصر بتكلموا، طب هو السيسي ما يعرفش كده؟ ما الهدف من انه يبقى في اقتصاد معلن زي ما قال وزير الماليه 48% بس اللي هو وزاره الماليه وثلاث اقتصادات سريه، ما الهدف؟ الهدف المستفيد. مين المستفيد؟ المستفيد اللي بيكسب من ورا ميزانيه الجيش واقتصاد الجيش، المستفيد اللي بيكسب من ورا الصندوق السيادي، هو 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 عارف ان هو عاملها عمدا. ده من اغسطس 22 خلاص؟ الكلام اللي قاله الدكتور محمود وهبه معانا في مصر النهارده اتحقق بالحرف الواحد، وطلع وزير الماليه محمد معيط نطاط الحيط يكشف ان صندوق النقد طلب منهم الطلب ده تحديدا. ايه هو الطلب؟ طلب منهم تبقى الميزانيه موحده، مفيش حاجه اسمها صناديق خاصه. فلوس كلها اللي تخش الدوله تبقى على الترابيزه يا معلم، ونحاسب بعض. قلنا لهم لا، وزير الماليه بيقول اهو. ادي وزير الماليه بيقول لن نضم الهيئات الاقتصاديه والصناديق الخاصه للموازنه العامه.
وكالة أنباء العالم العربي أبلغ وزير المالية المصري محمد معيط وكالة أنباء العالم العربي يوم الأربعاء أنه لن يتم ضم الهيئات الاقتصادية أو الصناديق الخاصة إلى موازنة العامة للدولة، يعني من الهجدع بالموازنة التي ستخضع لما يسمى بالموازنة الشاملة المجمعة. ووصف معيط ما يجري تداوله بشأن ضم الهيئات الاقتصادية للدولة بأنه غير حقيقي، موضحا أنه سيجري التعامل مع تلك الهيئات بنفس النظام المطبق في الشركات القابضة والتابعة. كان مسؤول حكومي أبلغ وكالة أنباء العالم العربي في وقت سابق من الشهر الجاري بأن الحكومة تدرس وحدة الموازنة حسب المطروح في مناقشتها مع مين يا أولاد؟ مع صندوق النقد. يعني صندوق النقد قال لهم وحدوا الميزانية حول برنامج إنقاذ قد يتجاوز 7 مليارات. الحكاية ببساطة أنه مفيش دولة في العالم بتعمل كده، كل دول العالم زي أي بيت محترم عنده ميزانية، الميزانية دي مكشوفة، مفيش حاجة اسمها أصطنى بيجيني قرشين كده من تحت الترابيزة. طب القرشين دول حطهم في البيت؟ لا، ما لهمش دعوه بالبيت. ليه؟ أصدود بتوعنا. مطلب طبيعي جدا في أي دولة محترمة أن الموازنة كلها تبقى قدام الشعب والشعب يناقشها، جيش، شرطة، صناديق خاصة، كله يحط فلوسه هنا لأن دي فلوس الشعب، مش فلوس أمك، مش فلوس أبوك، مش فلوس المرحوم اللي كان حقيقة يعني يوم ما بيطبخ لحمة كان بيسد الباب بظهره، خليها بظهره.